أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه السبيل. طبعا اليوم أنا راح أكون لوحدي بهالحلقة هاي، وموضوعنا راح يكون بصراحة موضوع، يعني موضوع للأسف الشديد، للأسف الشديد موضوع يعني كنت أتمنى ما نحكي فيه نهائيا، ولكن للأسف الشديد وضعنا وواقعنا بيدل على غير هيك. يعني اليوم موضوعنا راح يكون عن اغتيال الملحد عمر اليمني. يعني بصراحة ما يتوقف اللسان عن التعبير بهالمواقف هاي، يعني باغتيال شاب مثل الوردة بسبب أفكاره، بسبب منشوراته على الفيسبوك، فقط لأنه مخالف لهالدين الهمجي هذا، الدين المجرم، الدين الإجرامي هذا. خلونا بس هيك ناخذ كم مقولة كتب عمر، الراحل عمر. يعني في بيقول: لا أجيد ثقافة القطيع، عندما يعرفون الفرق بين العالم والكاهن سيستعيدون عقولهم. كيف تنتظر سلام من جماعات شعارها الموت؟ نكتب حتى نحطم تلك الخرافات التي في عقولكم، التي أنهكت حياتنا ودمرت بلداننا. نكتب حتى تعودوا إلى رشدكم. سنكتب ولن نتوقف حتى يعيش الجميع بسلام وحب وحرية. بكل تأكيد، بكل تأكيد، يعني لن نتوقف نهائيا. سنكتب ونكتب ونكتب حتى مثل ما قال الراحل عمر، نعيش كلاتنا بسلام وحرية وحب ومساواة. طبعا بهالكلمات هاي رحل عمر بارطيل، باطيل أو بارطيل، بصراحة اللفظ الكنية شوي مو واضح عندي، يعني في مكتوب بارطيل وفي من كاتبين باطيل. المهم رحل عن عالمنا بهالكلمات هاي، عالم المهووس من أجل إله شرير يعشق سفك الدماء، يعشق الموت. هذا الإله الشرير السادي الذي لا يشبع غير الدماء، من يوم ما بعث رسوله المحيمد الكذاب لهالدنيا هاي والدماء لم تتوقف. يعني للأسف الشديد، يعني إذا كان في دماء تسيل بسبب هالدين هذا السال بالزيادة وزيادة وزيادة. على كل حال، يعني عمر تم اغتياله بتهمة الردة. الردة عن شو؟ عن الإسلام. يعني الردة بتكون مثلا على المافيا، إذا دخلت المافيا وبدك تطلع من المافيا، يا أما على القبر يا ما في طلعة. والإسلام نفس الشيء، يعني الفرق بين الإسلام والمافيا أظن ما في فوارق كبيرة. يعني هذول للنصب والاحتيال، وهدول للنصب والاحتيال، هدول إذا طلعت منه بقتلوك، هدول إذا طلعت منه بقتلوك. طيب، الردة كما يعرفها الشرع، كما يعرفها الشرع، خلينا نقول الردة هي الكفر بعد الإسلام. يعني إذا أسلمت ورجعت كفرت هي اسمها ردة. وطبعا الردة بتنقسم لكتير أشياء. يعني إذا جيت على الإسلام الحقيقي، أغلب المسلمين مرتدين، يعني اللي ما بيصلي مرتد كافر، اللي بيقطع بصلاته كافر، اللي ما بيصوم كافر. مثلا اللي شباب المسلمين اللي يتفننون بالدفاع عن الإسلام، اللي ما بيصلوا غير شهر رمضان، لما بيجوا شهر رمضان بصيروا كلهم مثل ما بيقولوا أقطاب، وبصيروا كلهم مشايخ، وكلهم نفاق بنفاق طبعا. فاللي ما بيصوم إلا برمضان فهذا كافر ومرتد، يجب قتله. التارك الصلاة كافر، يجب قتله. طبعا ردة الاعتقاد هي مثل الشرك بالله، مثل بيقولوا، أو جحده، أو جحد ربوبيته، أو وحدانيته، أو نفي صفة ثانية من صفاته، أو إثبات الولد لله. فمن اعتقد ذلك فهو مرتد وكافر. مثلا الردة بالأقوال،
مثل سب الله أو سب الرسول، هذا مرتد، هذا لازم يقتل. الرد بالأفعال كإلقاء المصحف في مكان قذر، وبصراحة أنا كنت متمني إيش آخذ الكاميرا معي وآخذ القرآن هذا أحطه بالتواليت، مشان هل أنجاس هذول يقتلوا شاب مثل الوردة بسبب منشورات. وأنا هلا راح أفرجيكم منشورات لسه عم بيدعوا يقتلوا أكثر من الملحدين. يعني ردت كإلقاء المصحف في مكان قذر أو جحد وجوب ركن من أركان الإسلام الخمسة أو شك في وجوب ذلك أو في صدق محمد، هذا كله يكون مرتد أو غيره من الأنبياء. طبعا يعني حتى إذا ما صدقت على حسب أنبيائهم، الصعاليك المجرمين مثل إبراهيم وغيره هذول إذا ما أمن فيهم معناته أنت كمان مرتد ويجب قتلك، أو سجود للصنم أو كوكب ونحوه. الحكم الواجب اتخاذه مع المرتد عن الإسلام. ذهب أغلب شيوخ الإسلام إلى وجوب قتل المرتد المجاهر في ردته دون أن يستتاب، وقال آخرون يجب استتابة المرتد 3 أيام، وإن لم يرجع للإسلام يتم قتله. وقد استند رجال الدين في أحكامهم على عدة أحاديث تؤكد وجوب قتل المرتد. خلينا نذكر منها، قال صلعم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، كلنا نعرف الحديث طبعا، الثيب الزاني، النفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه مسلم وبخاري وبطيخي كلهم وغيرهم يعني، وكمان قالوا من بدل دينه فاقتلوه. طبعا هذا رواه البخاري وغيره كلهم يعني، المشكلة معروفة يعني بنعرفها كلياتنا يعني، أصدقائنا أكيد بيعرفوا الأحاديث هي. وما ورد في السنة، خلينا نشوف. روى البخاري وغيره عن عكرمة قال أتى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس حبر الأمة طبعا، فقال لو كنت أنا لم أحرقهم، لنهي رسول البطيخ هذا صلعم عن الحرق لما قال لا تعذبوا بعذاب الله. الحرق له دمغة خاصة عند الله يعني، لله بس ختم مختوم الحرق هذا لله، العذاب الشديد يعني، الله يعني اللي هو اللي بتفنن بالعذاب، انتوا لا تتفنن، انتوا قتلوا قتل عادي يعني مثل هالوحوش هذول الأرضية، الوحش السمائي يعيفوا للعذاب الأكبر. فهنا فعل الصحابة أفهم الناس بالقرآن. عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لموسى طبعا اذهب إلى اليمن، ثم اتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه ألقى له وسادة وقال انزل، وإذا رجل عنده موثق يعني ريبطه، قال ما هذا؟ طبعا موسى عم بيسأل ذاك ما هذا؟ قال كان يهوديا فأسلم ثم تهول، قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. متفق عليه. وفي رواية لأحمد قضى الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه. طبعا خلينا أول شيء أصدقائي يعني خلونا نشوف الشيوخ شو بتقول بحكم الردة، يعني خلونا بس ناخذ شيخ من هالشيوخ هاي ونشوف شو عم بيحكي عن الردة. السلفي والخلف وعليه الفتياء وعليه عمل المسلمين عبر العصور، أن المرتد من ثبتت ردته قضاء عند القاضي الأصل أنه يقتل، ما في الصحيحين من بدل دينه فاقتلوه.
أما احتجاج بعض أهل من ينتسبوا للعلم من أن الله جل وعلا قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذه الآية لا حجة فيها، لأنه غاب عنهم، عفى الله عني وعنهم، أن الله قال بعدها إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، فذكر الله جل وعلا الوعيد بعدها. فلا بد أن يعرف أن فعل الأمر في اللغة له أحوال، ويعرف من قرائن الكلام. الله جل وعلا لم يقل من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وسكت، لكن توعد من كفر، فعلمنا أن قوله فمن شاء فليكفر مجرى الوعيد، مجرى التهديد، مثل قوله جل وعلا ذوق إنك أنت العزيز الكريم، لما ذكر العذاب وقال العزيز الكريم عرفنا أنه لا يقصد رفعته، علمنا أنه أراد إهانته. فهذه لها أحوال في اللغة، ومن ملئت يداه من علم اللغة وبيان كلام لغة العرب عرف كيف يفقه القرآن، لكن قبل ذلك لا بد من فقه السنة. وقد تضافر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علم الناس بالقرآن على أن المرتد يقتل. بكل تأكيد، بكل تأكيد المرتد يقتل طبعا، يعني مافيا، فالمافيا المرتد فيها لازم يقتل، يعني أكيد لازم يقتل. طيب أصدقائي، أنا راح أفتح سكايب، وأنا بتمنى منكم مشاركاتكم، وبتمنى منكم تشاركونا بهالحلقة هاي، يعني لنسمع الآراء. يعني الشاب بريء، وأنا بحب أقول لهم لكل هالناس هاي، يعني المجرمين، بس أنا بدي أفرجيكم شغلة تانية بصراحة. في واحد منهم كتب، واحد من هالصلاعمة هدول كتب لنا انه يا شباب اللي بيعرف ملحد مشان نقتله. خلينا نشوف مكتوب هون: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما شاء الله على الرحمة، يعني رحمة الله تبعكم. فقط في ولاية عدن، اي شخص يعرف ملحد الرجاء ان يعطينا اسمه ومن اي منطقة، وشي يثبت أنه ملحد كمنشور أو محادثة أو شيء مثل هذا، وسيتم قتله بإذن الله مأجورين. يعني شايفين الوقاحة، شايفين الوقاحة لوين، يعني عم ساوي إعلان الزلمة وحاطط معروف، يعني اللي بيعرف حدا تعاو بشان نقتله. يعني إجرام منظم، مجرمين منظمين لقتل الناس، لا شو لأفكارهم. يعني في أسخف من هيك أمه، يعني أحط من هيك أمه؟ أنا بصراحة يعني يعجز اللسان عن التعبير عن هالحسالات هي، عن هالحسالات هي. لا، في بعض الناس بيكتبون تعاليق، خليني بس أصل في تعاليق هون محطوطة على الحلقة. بصراحة أنا لما حطيت الحلقة حطين تعاليق انه عمر ما كان ملحد. حتى اذا ما كان ملحد، يعني ضروري يكون ملحد. طيب ليش قتلوه اذا ما هو ملحد؟ يعني اذا مؤمن مثل ما عم بدعوا. هلا في هون شخص شو عم بيقول، امين اظن، مسلم ملحد، مسلم مستنير، المهم قتل له سببه. عمر بطويل ليس ملحدا. في واحد الثاني عم بيقول الراحل ليس بملحد، وهو بمنشوراته الآلاف المرات قال أنا لست بملحد بل مؤمن، الرجل واحد. المهم عم بيأكد الزلم أنه هذا مو ملحد. يعني ما أحلاها يقول لهم هو بعدن مثلا باليمن، يقول لهم أنا ملحد. طب ليش قتلوه إذا مؤمن؟ يعني شفت واحد قتل مسلم مثلا، مسلم قتل مسلم لأنه مؤمن بالله؟ أكيد لا، يعني أكيد لا، بكل تأكيد لا. في عندي عم بيقول هو نفس الشخص أظن، عمر ليس ملحد، عم بيقول حابب أشارك، يا ريت تشارك. على كل حال أمين أظن، أمين بشير أظن الاسم، علوة تشارك يعني وتشرح لنا ليش قتلوه، يعني إذا ما هو ملحد. يعني أنا راح أفتح السكايب
وسكاي موجود تحت بالديسكريبشن، يا ريت تتصلوا اصدقائي ونشوف ويعني نحكي بالموضوع، خلينا نتناقش بالموضوع. انا راح افتح سكايب حالا. طيب خلونا نشوف شو 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 الردة، يعني ليش الردة؟ الردة شو بتفيد؟ حد الردة، آسف، حد الردة بشو بتفيد؟ شو بتفيد للمسلمين حد الردة؟ ليش يقتلوا الناس؟ يعني محمد وقت ادعى الرسالة من السماء، مثل ما قال نبينا سامي، من السماء بتنزل غير المطر والثلج وبراز الطيور، ادعى انه جاء حيوان من السماء وصار يحكي وينقل له رسالة الإجرام، رسالة الإرهاب، من هذا الإرهاب السادي الساكن فوق أو الساكن بعقل محمد للأسف. طبعا اتصال دعا سالم السماء اسمع قال نبينا سامي السماء تزور مطر بس على اليوتيوب بس تطفيه من عندك. حيوان السماء صار يحكي وينقل له رسالة الإجرام. ألو صديقنا راح، بس على أول اللي بتصل بس يلغي اليوتيوب بعدين يتصل، يعني مشان ما يطلع الصوت خربط الصوت. يعني أنا أرجع أنا بتصل بالأخ، أنا ما بعرف اسمه بصراحة لنشوف. ممكن تلغي اليوتيوب شوي؟ ألو مرحبا. أهلا وسهلا. كيفك أستاذ جون؟ أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. خانو معك. خانو. مين؟ خانو معك. خانو أهلا خانو. أهلا خانو كيفك؟ شو أخبارك حبيبي؟ أهلا وسهلا كيفك؟ يعني بس بدي أحكي يعني إنه هاي أول إشي مش أول مرة ولا ثاني مرة ولا ثالث مرة. يا ما راح شباب زي الوردة وراحوا صبايا وراحوا ناس، أنا في ناس بعرفهم شخصي راحوا من ورا شغلة الردة هاي، في ناس صاروا مسيحيين، أنا كنت بالأردن أنت بتعرف، ناس صاروا مسيحيين من عائلة مشهورة يعني من الأردن، أبناء عشائر قتلوه قدام العالم كلها، وكان حكمه بس. تفضل تفضل أخي خانو، عم تسمعني خانو؟ طيب أظن الصوت شوي راح من الأخ خانو. ما في مشكلة. أنا بتمنى من كل أصدقائي المشاركة، وبدنا آراءكم يا شباب، بدنا يعني بصراحة يعني مفكرين هالمؤمنين هدول مفكرين يعني إذا قتلوا حدا راح نسكت، بالعكس نحن قلنا لهم لكل هالمجرمين هدول اللي بسموا حالهم المسلمين هالإرهابيين هدول، نحن دعسنا الخوف اللي انتم بتعبدوه بتطوبزوا له وبتصلوا له كنها، حطيناه تحت اجرنا. عندي اتصال ثاني من الاخ جانو. الو اخي جانو. طيب اظن انا في اتصال من بشير. بشير بشير انت معي؟ انا معك. تفضل تفضل اخي بشير. اخي العزيز جون اكيد بتتذكرني. طبعا لك انا اكيد كنت ضيفنا انت. شو هالحكي يا هذاك اسمي مكتر امين البشير في اليوتيوب. اها هو طارق. طارق انت طارق حابب باش نوضح يعني مجرد توضيح. اكيد اكيد انا انا بصراحه بقرا الموجود هون فبعرف انه انت شخصك، بس بقرا بطلع لي مباشر فالقراءه سهله علي. بالضبط. تفضل اخي يعني تفضل اخي طارق. تفضل حابب باش نوضح يعني انا وجدت احد يعني احد من يعلقون يا وقال انه عمر حمد يعني وانه مسلم مستنير
يعني فاهم، اردت فقط يعني جاوبته قلت له يعني سواء كان ملحد ولا لا ديني ولا، المهم هو انسان وقتل في رايه. بالضبط بالضبط، يعني هو قتل لآرائه، يعني قتل لآرائه، إن كان ملحد ولا لا ديني ولا ربوبي ولا حتى مؤمن، يعني حتى مسيحي يكون، حتى مؤمن يعني، حتى يكون يعبد الحمير أو يعبد النملة أو القرد، يعني بالضبط قتل لرأيه. بالضبط بالضبط، يعني في هذا المجال صديق العزيز، منذ يومين أو ثلاثة أيام في تونس لدينا في تونس أحد الأستاذة الجامعية في تونس أبدت رأيها أنها كانت ضد دراسة القرآن الكريم، معناها دراسة القرآن الكريم في المدارس التونسية للصغار. يعني وهناك هجمة قوية اسمها نادية سليمي، مجرد أنها عارضت دراسة القرآن الكريم، القرآن للصغار، فصارت أمامها هجمة يعني. واليوم بالذات هجمها أحد الإعلاميين التابعين للإخوان المسلمين في تونس، وقال لها أنك ملحدة وكافرة، وضربها يعني ضربها بالكف. وانا انا انا اقول على الهواء مباشره هلا مع اصدقائي، طز فيهم في قرانهم، والقران هادو على فكره بس دقيقه واحده، هذا القران النجس، هذا هو القران النجس، شايفينه؟ انا مع انه دافع حقه مصاري، ولكن سوف اشقه واخرى عليه القران هذا، يعني ها، وخلي ضرطوة وخروها كل هال الارهابيين هذول بالزباله، هذا مكانه الزباله، مكان هالقران النجس هذا الزباله، وطز فيهم في الههم في محمد في كل اللي بشد على ايدهم هالانجاس هذول. حقيقه صديقي جون، يعني نحن نعيش، اوكي، هناك تنوير الان، هناك تنوير، هناك شجعان يقدمون أرواحهم لكي يموتوا من أجل الفكرة والرأي. في الطرف المقابل هناك مجموعة من الجهلة. يعني نحن الآن في حالة حرب، نحن نحاربهم بالكلمة وهم يحاربوننا بالسيف، كسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. بالضبط صحيح، كسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ليس لديهم الحجة. عمر مات، ولكن هناك مليون عمر ومليون جون ومليون بشير ومليون أحمد حرقان ومليون أحمد إسماعيل ومليون بالضبط. محمد كريم العبيدي ومليون ومليون إنسان سوف يتكلمون ولن يسكت، نكاية في هذا الدين، نكاية في هذا القرآن، نكاية في هذا الإسلام الذي فقط يقتل لأن آراء الناس لا يتماشون مع رأيي. فأنا أقول لهم باللغة الإنجليزية fuck your Quran, fuck your Islam and we will survive. وأنا بردد وراك طز طز طز، هي 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 كلمة اللي قلتها أنت بالإنجليزي، يعني صعب الواحد يحكيها بالعربي بصراحة، بس على الواقع أحكيها وأحكي أبوها كمان، بس قدام الناس انا استحي يعني بصراحه احكيك حكي يعني بصراحه يعني، ولكن الاسلام يستاهل اكثر، يستاهل اللقب الصرامي مثل ما بنقول نحن السوريين. يعني اتنقل لهم بالتونس، يعني عصبه للاسلام وعصبه للمسلمين. صحيح، للاسف الشديد العصبه من عرشك انت عارف. ما اعرف العصبه بصراحه، يعني العصبه هي حشيك، هي القضيب. هو الإسلام يستاهل أكثر بصراحة، لو المسلمين يعني ما بعرف بصراحة، أنا صرت في 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 يعني تشوش، حتى المسلمين الطبيعيين الطيبين الكويسين الحلوين
اللي بالمرة ما عندهم سوابق، في أي لحظة في أي لحظة ممكن يتحولوا إلى إرهابيين. وبصراحة يعني أنا ما هو بعيد، يعني أهلي كلهم هالبسطاء هدول، يعني شفنا منهم عجائب، يعني شفنا العجائب بسبب هالقذارة هاي، بسبب قذارة محمد. يعني المسلمين أصبحوا أشرار العالم، أشرار العالم. صاروا بصراحة وطوا راسنا، يعني شيء بوطي الراس. بالضبط. شوف هناك مقولة، المسلم اللايك الكيوت يعني الخفيف، هو داعش، داعشي يعني، داعشي نايم، داعشي نايم حتى يصير الوقت. يعني مثلا تو في سوريا، في سوريا والعراق، يعني شنو البيئة الحاضنة؟ يعني هناك بيئة حاضنة المسلمين كيوت، كيف جاء داعش استقبلهم وصار الدولة داعش. يعني كيف في تونس وإلا ليبيا ولا أي بلد، يعني فما وقت اللي باش تجي داعش وتحكم باش تلقى فهمتي أك الناس الكيوت اللي باش يستقبلوهم ويقبلوا دينهم، لأنهم هما حاضرين. وعلى فكرة لو شكون اللي هاجمك اخ جون في الفيسبوك ولا اليوتيوب ولا هم المسلمين الكيوت اللي يعيش في اوروبا ويستعمل الانترنت وواحد ويجي ويلقاك انت ضد الاسلام فهمتني، فيسبك ويسب لك امك وابوك وخوك لانك فقط تعرض فكره. وهذا اللي صار مع الاخ عمر الطويل في اليمن، ممكن يكون مش ملحد، ممكن يكون اسلامي مستنير، ممكن يكون لديني، هو فقط انسان، لكن فقط وقت اللي قال الكلمه نتاعو، وقت اللي قال الراي نتاعو قتلوه. بالضبط. وان شاء الله ما نكونش طولت عليك. لا ولا يهمك، خذ وقتك. يعني الحلقه بصراحه انا يعني كردة فعل انه اعملها مع اصدقائي، نتناقش بالموضوع، نحكي بالموضوع. يعني هالموضوع هذا بصراحة ما هو موضوع سهل. يعني شاب مثل الوردة، يعني هل انجاز هدول، يعني شو واحد يحكي؟ يعني هل انجاز هدول شاب مثل الوردة مثل الفل لسه باول حياته اجوا قتلوا له افكاره؟ يعني مفكرين حالهم بالقتل راح يساوي شيء، ولا راح يردوا الاسلام؟ لك طز فيكم وفي اسلامكم وفي نبيكم في رب تبعكم، ونحن ما راح نسكت. وخروا محمد تبعكم، ونحن باقون وراح نحكي. والخوف هذا ربكم اللي بتطبزوا له كل نهار حطيناه تحت اجرنا. وما ينفذ نصوص اللي درسوها. بالضبط. هم يعني تنفيذ آلي، عرفت كيف؟ يعني فهمتني، واحد يقرأ الآية حرفيا وينفذ، ما بال وخاصة من أخ جون اليمن السعودية، يعني شبه الجزيرة العربية. يعني هناك رأي متخلف بعيد عن الحضارة. تصور انت سوريا وما ادراك، يعني سوريا الحضاره تدمر، وسوريا سوريا دمشق وسوريا وشكون كان يتصور باش يصير في سوريا كما هكا، معناها كما اللي صاير فيها هكا. يعني لازمنا نفهموا انه الدين هذا، الدين التفكير الاسلامي، الدين الاسلامي انه طاعون، طاعون ودراسته والمحاربه نتاعو ماهيش فهمتني مجرد فهمتني ان نعملوا فيديوهات ولا برامج فقط على اليوتيوب، لا، محاربه الطاعون هذا يسمى على جميع النواحي في اوروبا في امريكا. محاربوا الاسلاميين اللي عندهم اللجوء السياسي في اوروبا، فهمتني، محاربوا المفكرين الاسلاميين اللي عندهم اللجوء السياسي في اوروبا، نحاربوا هذا التفكير، نساعدوا أي إنسان يكتب ضد الإسلام. بالضبط يا أخي. يعني بصراحة لازم نشتغل. يعني هو هن أصلاً مشول في مثل عنا بسوريا بقول يا فرعون مين فرعنك؟ قال ما لقيت حدا يردني. فهدول الجماعة مفكرين حالهم معهم الحق وراية الحق، وممكن يقتلوا أي إنسان بدون اي احساس بالذنب. يعني
لا وشف اذا شفت الندل هذا واحد ندل حيطط، اذا بتعرفوا اي واحد ملحد من منشورات او شيء نحن مستعدين نقتله لكم الاجر. يعني الاجر على شو؟ على الشر، على القتل، على الدمار. القتل يعني هي شوف هي حادثة شارلي يبدو في فرنسا يعني تلخص كل شيء. بالضبط صح صح. يعني زوز من أصل جزائري معناه مولودي في فرنسا، فهمتني، في فرنسا يتكلموا الفرنساوية، فقط لأنهم عندهم غسيل دماغ مشاو لشارلي يبدو، فهمتني، وقتلوا 11 صحافي، فهمتني، مع العلم أنه في شارلي تفضل. مع العلم انه الصور المسيئه لنبيهم ولا فهمتني، معناها حتى الاصل اللي صورهم فهمتني اللي هو في في جريده دنماركيه فهمتني، الاصل هي مش اساءه للاسلام ولكن هي معناها كانت مجرد مسابقه. بالضبط كان مسابقة يعني مجرد مسابقة لكتاب مدرسي في الدنمارك، يعني فهمتني لي فهمتني باش يعملوا فهمتني يحكيوا على التاريخ المحمدي فهمتني. شوف معناها اسمع شوف السفاهة نتاع المسلمين معناها والتفاهة نتاعهم، انك معناها يحكم على مجرد كلمة، يحكم على مجرد حاجة تافهة، يحكم حقيقة معناها الواحد يشي بالراس كما نقولوا احنا بالتونسي، شي بالراس. لأنه دينه تافه يا أخي يا طارق بصراحة، لأنه دينه تافه، يعني دينه ما عنده حجة، يعني لو عنده الحجة كان رموا هالحجة، بس ما عندهم حجة، فشو اللي بده يطلع منه؟ القتل والدمار والإرهاب يعني هدوء. طيب أنا بتشكرك كثير أخي طارق، بتشكرك كثير، وأنا في فيديو كمان بدي أعرضه على مشان حد الردة. شكرا كثير لك اخي طارق. وانا نشكرك خويا شعود، انا بشير شابلا وكنت معك. بشير اسف بشير وحبيت مع نتدخل فهمتني خاطر ماشي. قلبي معدي. ماشي اسف كثير ماشي. طيب اصدقائي انا بدي اشوف في فيديو ثاني راح نحطه، نشوف الشيوخ هذول المهابيل المساطيل. شوف الشيخ المهبول هذا البهلول هذا شو بده يحكي. سائل يسأل هل يجوز لشخص أن يرتد عن الدين ولا يمس بسوء ولا يمس الناس بسوء؟ أقول بالله تعالى التوفيق، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالمسلم المرتد، المسلم إذا ارتد قتل، قتله ولاة الأمر. قال بعض العلماء وذلك بعد استتابته، فإن صر على كفره قتل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. قال عليه الصلاة والسلام في بيان من يقتل بسياق آخر: زنا بعد إحصان أو كفر بعد إيمان. هذا وبالله تعالى التوفيق. فالمسلم الذي يكفر وإن استتيب لم يتب يشرع قتله، يقتله ولاة الأمور. والله أعلم. سيره. والله أعلم. هذا الله أعلم. طبعا الإله تبعكم أعلم بالقتل يعني. أنا في عندي كان اتصال، بدي أتصل بالأخ جانو. اتصل فينا وما لقط الخط معه. جانو. أهلي خانو. أهلي. تفضل خانو. جان انا بس بدي احكي شغله. تفضل ابو. بدي ابلش انه اول شيء الله يرحمه عمر. ما اظن الله برحم يعني، لو رحمه كان رحمه بالدنيا يعني. لا ان شاء الله يعني ان شاء الله تاحم يعني من الرحمه روحه يعني احنا يعني. والعبارات متعودين عليها. متعودين هاي عبارات يعني متعاطف مع اهله يعني ما بتعرف شو وضعهم شو هم كيف وضعهم. صحيح. بدي احكي شغله واحده. مره القرضاوي الكلب هذا القرضاوي
شيخ العرصات. بالضبط. حكى العرس الكبير. العرس الكبير حكى شغلة إنه لولا حكم الردة ما بضل في إسلام. وأنا على فكرة راح أعرض الشريط هذا للأصدقاء يعني حالا مباشرة. هو حكى على الجزيرة أنا حضرته حتى إنه لولا حكم الردة ما في إسلام. هم عارفين إنه دينهم هش. دينهم قذر. دينهم مسخ. أنا بدي أعطيك بس قصة صغيرة هاي أنا صارت معي وأنا صغير. تفضل خانم. كنا ساكنين كان في بنت جارتنا ساكنة هي وأخوها أبوها أمها ميتة. بنت عمرها بجوز 17 أو 18 كانت توجيهي أيامها. في لها صديقة يعني زميلة بالمدرسة مسيحية. فجاي تدرس عندها فضايل عندها الانجيل عرفت كيف؟ روح اخوها زلمة كبير يعني عمره 17 تخدم ابوها واخوها. روح اخوها بلاقي ايش؟ اخوها زلمة كبير يعني بجوز بالثلاثينات يعني هيك كان. روح اخوها بلاقي الانجيل عندها. اوكي؟ بمسكها بضربها. امي عم تغسل على السطح، هم جايين تحت بيتنا عرفت كيف؟ عم تسمع صوت انين. زي كأنه واحد عم بئن عم هيك كيف يعني واحد مريض وعم بئن فبتطلع هيك زي هيك انا بتذكر كنا عم نلعب صدق كنت ولد صغير بتطلع ولا هم في غرفه كان في كلب عندهم كلب كانوا في غرفه الكلب محطوطه هي وتنادي على امي انه ان شاء الله اخواني بده اخوي بده يذبحني مربطينها بجنازير مده شهر وبتشخ تحتها بتخرى تحتها مربطه بالباب باب زي الكلب بقول لك مربطه بالجنازير أمي حكت لأبوي، أبوي راح حكى مع الشرطة بحكي لهم إنه هيك هيك بتذكر أنا هاي بعيني وبداني أنا شايفها، إجوا الشرطة والضباط طلعوا على السطح عنا ما دخلوا عندهم على البيت طلعوا على السطح عنا صاروا يحكوا معها بقولها هيك هيك بقول لهم أخوي وأبوي الليلة بده يقتلوني قال إحنا ما نقدر نساوي إشي إذا ما صار جريمة تخيل لوين والحقارة والنذالة استنوا لتنقتل بعدين حتى يحكوا مشان ياخذوا فلوس على مصاري المهم يا معلم بالليل هذا الحكي كان بحدود الساعة 2 الظهر بالليل الساعة 6 يعني منظرها ما بنساه كيف شعرها هيك منكوش ومربطة بالجنازير وهيك يا حيف اسمها صباح البنت الرحمة لها كمان هذا الحكي بال 88 المهم يا جان على الساعة 6 ابوي مروح من الشغل قاعدين عم يعني هيك عم باكلوا لقمة كان دنيا يعني زي شتاء يعني قعدت مبكير يعني ولا سمعنا صوت 6 رصاصات الأمي تحكي لأبوي هاي صباح أخوها تلها المهم طلعنا على السطح طلعنا هيك كركبة ولا جرس بيتنا برن نزل أبوي فتح الباب ولا أخوها بحكي أحكوا مع الشرطة وما كان أيامها تعرف مش كل بيت فيه تليفون بحكي مع الشرطة أنا قتلت لصباح يا سلام ضلوا قاعد على الدرج على باب البيت على باب الدخلة بدخن سيجارة بستنى بالشرطة شو اللي سواه بتعرف شو اللي سويه جاي طاخة 6 طلقات يا جان 6 طلقات وأبوها موجود أبوها موجود 6 طلقات 4 طخة هجم عليه الكلب عنده الكلب كبير دبرة هجم عليه طخ الكلب طلقتين هي من حلاوة الروح ما كانت لسه ميتة نطت على أخوها خرمشته من رأي بتعرف كيف حلاوة روح يا حيف أبوها وأخوها مسكوها قطعوا راسها أنا شفت عون اسمه دول شو بسموهم طب التشريح طب الشرعي طب الشرعي وهم عم بخيطوا راسها بجسمها على حوالي 6 ساعات 3 ساعات تقريبا مسرح الجريمه قدام عيني هم عم بخيطوا راسها بجسمها ونزلوها اخوها قعد بالسجن اخوها قعد بالسجن 6 شهور وطلع هاي هي العداله الاسلاميه هاي هي 6 شهور وطلع هاي هي العداله الاسلاميه العداله النجسه هاي هي للاسف الشديد اخي خانو للاسف الشديد شيء 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 هذا الحكي احنا دار مجتمعاتنا احنا شرطيه عايشين احنا مجتمعات شرطيه هذا الحكي كثير متكرر خاصه عند العشائر اذا بتطلع في برنامج الاخ رشيد برضه وحده اردنيه متجوزه واحد صار هو مسيحي فهي انه اهلها اخذوها من عنده مش ذاكر شو اسمها هلا خلال حلقه ببعث لك اسمها المهم انه بدها ترجع لجوزها راحت لجوزها اجوا اهلها بالليل قتلوها كمان 6 شهور بروحوا هو من امن العقوبه نفذ الجرم صح ولا لا
صحيح اكيد، يعني حاسب حسابه ده ينام له 6 شهور 6 شهور بروح عادي، يعني بينفذ اللي بمخه. اذا كان مجرم مجرم، يعني مجرم لا يوقفه، يعني حتى اذا بده يدفع حياته، اذا مجرم مجرم. بس يا جماعه لا، بعدين بيطلع بشرفه بيعملوا له عرس، والله انه غسل شرفه يعني، عرفت كيف؟ اللي عن ابو شرفه الاسلام، قص اخت الاسلام، من عن ربك يا محمد، عن ابو الاسلام، على ابو طالع الاسلام. الاسلام الاسلام من قاروره شخاخ بصراحه. يعني لما اسمع انت تحكي زي عمر، قديش في اولاد وشباب زي الورده راحوا بالعراق وهاي، بس لانه شيعي ولانه هذا سني وهذا لانه يزيدي وهذا لانه اسماعيلي. اليوم انا عم بحكي مع صديقه لي بسوريا، فبتحكي لي انه في صديقه لها طالبة جامعة مهندسة، وامها في قرية عند جهات حمص والحماة، انت من سوريا بتعرف، هذول طائفة اسماعيلية بتعرفهم؟ طبعا طبعا، نسيت شو اسم القرية، حكت لي عنها، طالبة من خريجة هندسة داخلين داعش عندهم من الساعة 9 الصبح للساعة 6 المساء، هم بياكلوا بالرجال والشباب اللي بالقرية زي ما عملوا بني قريظة بالضبط، بس بالضبط مثل ما عمل نبيهم. شوفوا هم اللي هم ما بعرفش بالعراق ولا بالشام ولا بسروان بالرقة ولا ما بتعرف بهم. تخيل نذارة الإسلام وقدرته، كل الأديان قدرة، لكن الإسلام عنده شهادة تفوق PhD بالقدرة. الإسلام عنده شهادة مثل ما قلت بالنجاسة بالندالة، ندالة وقدرة، هي حضارة. والله بحكي اسمع، بحكي معك إنه دمي محروق على الولد هذا، مش عليه على غيره. قديش في ناس ماتوا وإحنا ما بنعرف عنهم بالعراق، تصفوا وانحرقوا وذبحوا ورا الشغلات هاي. للأسف يا أخي، وللأسف يعني هل النجاسة هي بتحول، يعني صدقني صدقني، بتحول الأخ العزيز بتحوله إلى وحش بلحظة. أنا بطل أخوه عادي، أنا شفت فيديو قبل فترة واحد داعش بيهدد أولاد عمه وأخوانه وعيلته إنه يذبحهم، إنه إذا ما بيلبسوا أفغاني واللي بيشوفوا لابس جينز بصير إيش، هاي فيديو موجود على اليوتيوب، داعش بقريتهم. يعني تعرف شغلة، يعني إحنا عادة مسالمين، لكن أنا بتمنى الأيام هاي، أتوقع يعني إنه لازم العالم بحاجة لهولوكوست، لكن هاي المرة إسلامية تكون، بحاجة لهولوكوست إسلامي. لا ما أظن يعني هولوكوست إسلامي بينفعنا، يعني نحن ما لنا قتلة مثلهم وما نفكر بهالتفكير هذا، يعني ما أظن يكون الجواب هيك. بس نحن بصراحة بصراحة بحاجة إنه نحكي، بحاجة إنه نطلع نستعمل الوسائل المتاحة لنا. بحارب الكلمة بسيف ورشاش كلاشينكوف، نعم تحكي مع هذا. نعم نعم، نحن بنحارب، نحن بنحارب، نتحدى السيف، نحن بنحدى السيف بالكلمة، الكلمة هي الفصل، لأنه نحن لا بنقدر نخلص عن الناس كلها، وما بدنا نخلص عن الناس كلها بصراحة، يعني ما بدنا. أنا أعتقد في عندي شغل، يعني زي تروح صغير ما بعرف، اللي عايشين بأوروبا الملحدين، اللي عايشين بأوروبا، وإحنا كثار ونعرف بعض على النت، في ناس منها ناشطين وفي ناس محامين وفي ناس كذا، مفروض نعمل زي فونديشن حتى ننقل معاناة اللي بيعيشوا بين الدول العربية شو عم بيصير فيهم. بالضبط، يعني هذا اللي بدنا اياه. اوروبا مو عارفة، يعني ما بيعرفوا حقوق الانسان وجمعيات، انه شو صار بالولد هذا اللي مات عمر. لازم يكون عندنا زي كيف هيومن رايتس ووتش، هاي ميدل ايست ووتش. صدقني انا راح اشتغل على هالاطار هذا، وراح اوصلها للحكومه البريطانيه، ما هو شرط انه هالحاله هي، بس احنا بدنا يعني ملحدين محامين شيء، انه يعني زي جمعيه خيريه للملحدين باوروبا، انه نجمع حالنا يكون عندنا عدد لنقدر ننقل شو عم بيصير يعني زي هاي في الرقه تذبح بالصمت، هذول اللي عم بيقولوا من بين داعش وعم بيقولوا على تويتر وبحطوا شو اللي عم بيصير. صحيح صحيح، احنا يصيروا ينقلوا نحكي لهم انه عم بيصير هيك، عم بموت ناس هيك، عم بيصير كله بس فقط باسم محمد. وهي الجمعيات تنقل للامم المتحده شو صار، تنقل يعني جريمه الازيديين ناديه مراد، هاي لو انه ما كانت 5000 بنت هذول، لو كانت لحالها ناديه ولا 10 زيها ما حدا علم فيها، اما لانهم كثار وصل صوتها للامم المتحده العالم كله عرف. صدقني راح يصل صوتنا، وراح نوصل صوتنا، وما راح نسكت. لو قتلوا فينا كل الملحدين، راح يطلع ملحدين غيرهم. يعني الجثة الميتة بيطلع منها دود، يعني هالدود بيطلع حياة، ما في شيء بيموت، نحن لن نموت. يعني
يعني والتضحية مثل ما بقول التضحية مطلوبة. ابن رشد والفارابي والرازي والمقفع في ملحدين من أي من فجر الإسلام ولحد الآن في ملحدين. لعلمك أغلب الملحدين العرب إسلام من خلفيات متشددة كما عم بيشوف. صحيح صحيح. أوه. الأيام جاية الأيام جاية رح نمحي هالدين هذا عن بكرة أبيه ورح نحرق دقون هالشيوخ الملاعين هذول. لازم لازم الإسلام يصير فيه زي المسيحية زي ما تم القضاء على المسيحية سيتم القضاء على الإسلام. كل تأكيد كل تأكيد. طب أنا بشكرك خانو كتير بشكرك و... بس في آخر شغلة بدي أحكيها. تفضل تفضل. لأنه امبارح شفت بوست أنا في عندي مجموعة شفت بوست واحد حاط صلعوم حتى بنت حاطة بوست حاطة صورة عمر وهو مقتول وحاطة صورة واحد إرهابي فلسطيني بيطعن جندي إسرائيلي وقتلوه. بتقول إنه أنتوا بتأسفوا على هذا وما بتأسفوا على هذا. أنا بس بدي أجاوب على الشغلة هاي للي بده يحكوا لأن في ناس أكيد صراحة راح يجوا يحكوا الشغلات هيك. تفضل تفضل. الإسرائيليين احتلوا فلسطين سواء لهم ولا مش لهم هاي ما راح نحكي فيها. احتلوا فلسطين صار لهم 60 سنة. ما عمرنا سمعنا انهم سبوا بنت. ما عمرنا سمعنا انهم اغتصبوا. ما عمرنا سمعنا انهم قتلوا الا لانه حرب هاي حرب بصير فيها قتل. اما ذبح قطع رؤوس شغلات هاي ما شفناها غير عند المسلمين. لو الفلسطينيين يصير عندهم شجاعه شويه زياده قوه راح يساووا باليهود اكثر من بيسووا. صحيح صحيح. بس هاي اسف الاطاله انا. لا ولا يهمك ولا يهمك. شكرا على البادره هاي منك انت زلمه انسان كثير ومحترم انك عملت حلقه عشان الشاب هذا. تسلم حبيبي تسلم. تسلم تسلم حبيبي. شكرا شكرا كثير لك انا وشكرا لمشاركتك. شكرا لك. طبعا انا عندي هون بعض التعاليق انا حابب اقراهم. بس يشعل الكمبيوتر بيوصل. في الأخ كريم عم بيقول عزيزي جان عندي تعقيب بسيط بخصوص حد الردة. المرتد يستتاب 3 أيام فإن لم يتب يقتل حدا. أما الزنديق فيقتل دون استتابة فيقتله أي أحد يتمكن منه حتى وإن أعلن توبته. الزنديق في الإسلام هو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر. هذا رأي أكثر أئمة أهل السنة تسامحا الإمام مالك. والله إن عن أبوه واحد يقول للتاني أئمة أهل السنة أهل النجاسة. أنا بشكرك يا أخي كريم كريم. المهم يعني هو المشكلة معي أنا اللغة العربية بأحرف لاتينية بخربط فيها بصراحة. يعني في الأخ أمين اللي هو اللي قال إنه عمر ما هو ملحد عم بيقول لي صديقي أنا جاوبت أخ اللي قال أنا يعني عم بقول أنا اللي قال عمر ليس ملحدا جاوبت أخ قال أنا إنه عمر ليس ملحدا فجاوبته سواء كان ملحد ولا مؤمن سؤال لماذا يقتلوه. بالضبط أخي أمين بالضبط يعني بالضبط إنه إذا كان ما هو ملحد يعني إذا كان مؤمن بالله تعالى هذا الله تعالى يعني ليش يقتلوه. قال تعالى قلت له روح. المهم انا راح يعني هلا شو الفائدة من مسألة من حد الردة. يعني المسلم شو بيستفيد من حد الردة؟ خلونا نشوف الشيخ القرضاوي. طبعا اكيد اصدقائي كلتنا شفنا الهبل تبع هذا العرصة الكبير القرضاوي شو قال. وبالفعل مثل ما قال انه لولا حد الردة ما كان في اسلام. لولا حد الردة ما كان في مافيا. يعني هاي هاد بابسط العبارات اي عصابة اذا ما في حد الردة ما في قتل لما تطلع منها رح تنتهي بمباشرة يعني تنتهي بشكل اوتوماتيكي حتى لو طولت لها 10 20 30 40 سنة. العصابة تنتهي بكل سهولة. وهذا الإسلام مجرد عصابة. رئيس العصابة كان محمد والعصابة تبعته سموها صحابة. هم عصابة مجرمين قتالين سفاحين سووا شيء قدسوا الإرهاب قدسوا
خلينا نقول الفاحشة أو بتعابيرهم الفاحشة، يعني قدسوا الرزيلة، خلينا نقول هن قدسوا الرزيلة، قدسوا كل شيء سيء، قدسوا الكذب، النفاق، جعلوا من شعوب، من شعوب كاملة شعوب منافقة. روح على أي صلعمي، أي واحد فيه منافق ابن منافق. طيب أنا في أظن عندي اتصال من الأخ دانيال بده يتصل. أخ دانيال وين صرت؟ طيب كابتن دانيال تفضل. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا دانيال تفضل. الصراحه انا مشتاق لك وبكر ومتمنى انك تعود بعد الغياب بهذه الحلقه المؤسفه والمؤلمه. للاسف الشديد يا اخي، للاسف الشديد، يعني مثل ما بقول مضطرون اخاك لبطل يعني. نعم نعم صدقنا. انا اول شيء سامحني عم بحكي من المطار، يمكن صوتي شوي يكون ما في مشكلة، في شوية ضجة بس صوتك مفهوم يعني ممكن تحكي تفضل. أول شيء للمؤمنين إذا ما اكتفوا بقتل واحد فأنا موجود بمطار الملكة عليا بعمان، بعد شي ساعة وماشي من هون يعني، فيجوا يقتلوني كمان يعني، قالوا الحفنة من المجرمين وقطاعين الطرق والقصوص، فما في مشكلة يعني، نحن دمنا نحن قلنا ما عندنا مشكلة نقول صبيين. موت بسبيل انه نكشف انه هذول سنه من اللصوص والعصابه والمجرمين. بيت شعر يحضرني للمتنبي بيقول: من يهن يسهل الهوان عليه مال جرح ببيت الايمان. انا اليوم متالم بس انا واحد من الناس اللي بعتبر حالي ميت، ما عدت اشعر. وقت بشوف اصدقاء عم بحاولوا يدوروا الاخرين او حاولوا ينشروا الافكار التنميريه حتى ننهض بؤس اللي نحن عايشين فيه، بشوف اللي عم يقتل اليوم. وضع اليمن ووضع اي دوله عربيه وضع مزري، وضع مزعج، وضع مؤلم. اللي عم يحكوه هذول الشباب في ضد محمود البطل الراحل يقول: انا ارى الله، مثلا شاهدت بالتعليقات والله انا ارى الله بالظهور وانتم تروه بالقبور. زي ما عم يدعي للحياه كان هذا الرجل، كان عم يدعي للحياه، للمحبه، اعتبروا الله شيء جميل يعني. الرجل منه كافر بربه مثل ما نحن عاملين هلا علنا. الرجل كان عم يكتب بقلم، خلينا نقول قلم اتقي بالضبط بالضبط، ما بده يزعل الاخر، لربما هو ملحد، بالنهايه هو انسان، ولربما هو مؤمن، نحن لا نعرف باطنه او شو بده هذا الانسان، انما هو حركته كانت حركه تنويريه عم يحاول يقول للناس لا تكذبوا على هول الزعران وهول العرصات الشيوخ اللي عم يلفونا عم يبيعونا عم يشتروا فينا لمجرد النجام مختلف عني وكله. قتلونا هذا الرجل جان ما يؤسف ويزعج اني انه قتلوه، عم يتساخر بالموضوع، شفت بعض البوستات. بالضبط. انا طلعت بوست انه عم بيقول يا شباب اللي بيعرف حدا ملحد يقولنا بس تفاصيل عنوانه او شيء مشان نقتله يعني، وقول لكم الاجر. بس ما انت عم تقرا يعني، ما بقدر اشوف، عم بسمع بس صوت. شيء مزعج، شيء مزعج انه في انسان عم يتفاخر بقتل انسان اخر. هيدي سنه جلد من الحيوانات، نجحت رجال الدين بتجريد هيدي الناس من المشاعر، بزرع على للاسف قتل الاخر لمجرد انه مختلف عني جان بالفكر او مختلف عني بالشكل. هي ذات العنصرية اللي كانت سائدة بين الأبيض والأسود قديما، كان الأبيض يستعبد الأسود، هي ذاتها لا تفرق شيء. الإسلام كله عنصر، ومهما عملنا حلقة بالماضي وتحدثنا عنصريته مع النياء يقتل. تخيل إنه عم يقتل إنسان وعم يتصوره وحامل رأسه، في إجرام أكثر من الإجرام. هذا الإنسان كيف عم يتجرأ؟ أكبح جرم ممكن يعمله الإنسان هو القتل. فكيف إنسان عم يقتل إنسان يا جان وهو متفاخر وفرحان لأنه عم يعمل شيء جميل، عم يتصور حد رأس برؤوس مقطعة وأجسام مقطعة؟ هذا سبب كل الإسلام. ونحن نتحمل مسؤولية جان، نحن نتحمل مسؤولية كبيرة، ونحن بعدنا خايفين. المفروض هذا الإنسان من قتل نحرق برب الدنيا كلها بسببه، نحن ما نخلي صفحة، ما نخلي مكان غير ينشر صورته. نروح عن صفحة هذا العرس العريف، نروح عن صفحة كل هون الشيوخ الكلاب. العرصات هذول الوحوش، العرصات المجرمين، ما اسمهم شيوخ اصلا. نحن يا جاد نحن صدقني مقصرين، نحن مقصرين بشكل كبير، ما بنعرف نتجمع صح، ما
ما بنعرف نتحرك صح. هلا اليوم هيدي قاعدة حادثة يعني بعض أصدقائي وغيره كنت عم بحكيهم الصبح خايفانين، قال لي دامي أنا بلاش تمسح المنشورات عندي على الصفحة، قلت له أنت واحد جبان موت كرمال أفكارك، لا مشكلة موت موت، أنا أعمل لك أنا المطار الملكي عندي أي أي أب وطالع هلا على الكويت الرحلة 763 بدي جامي وترمي بالمطار ويقتلني، ما عندي مشكلة بس أنا مؤمن بهذه الأشياء، مؤمن إنه ما في هنا عرسة فاتح جنة، جنة المتعة والنكاح والنساء بده يحاسبني وانا عمل فيه لهذا الجواد هذا اللي فتح نادي كلاب فوق، انا مؤمن انه ما في هذا الاله، فاذا وجد ووقفت امامه هذا الاله بدي اقول له انت اله ابن كلب، بعثت احكام للبشر الانسان قتل الانسان، يبعث ربهم ملائكي يقتل الملحدين، وهذول المؤمنين يتوقفوا عن القتل يختبروا ربهم هذا ربهم الوهمي، يدعوا ربهم انه يبعث ملائكي يقتل هذول الملحدين، يدعوا ربهم انه يسكر صفحات الملحدين، ربهم عاجز لا يمكن انه يعمل هذا الشيء صديقي جان لانه غير موجود لانه وهمي، نجحوا بزرع هذا الوهم وخلوه الناس بلا عقول يا جماعه هذه حيوانات. للاسف الشديد، للاسف الشديد اخي دانيال، للاسف الشديد. طيب دانيال انا بشكرك كثير، بشكر المداخله القيمه هي، وبس الصوت شوي هيك مو زياده، انا مشان اصدقائنا كمان ما ينزعجوا من الصوت يعني لانه شوي في غشه. ولا يهمك ولا يهمك. انا بشكرك كثير دانيال وبانتظارك في حلقات قادمه. معيني معيني حبيبي جون، اكيد بس نرجع على القناه زي ما قلنا. اكيد 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 اكيد. وانت بهنا اهلا يا سلام. طيب اصدقائي انا راح بس مثل ما قلت بدي اشوف شو الفائده من حد الرده، وخلونا نشوف العرصة القرضاوي شو عم بيقول. هاي العرصة الكبير تبعهم جانا كمان اتصال ويظهر حظه كويس العرصة القرضاوي جانو. تحياتي لك حبيبي جان. طيب طيب اهلا وسهلا، اهلا وسهلا جانو. جانو لا لا ما عندي اليوم ما عندي ضيف، انا لوحدي بالحلقه. جانو شو رايك بس نشوف نسمع القرضاوي شو عم بتفلسف، العرصة القرضاوي العرصة الكبير تبع المسلمين، خلينا نسمعه شو عم بحكي ونرجع كمان. خليك على الخط طبعا، ها خليك معي بس دقيقة. صار بس دقيقة. لا نسمع العرصة هذه. تركوا الرد، لو تركوا الرد ما كان هناك، يتركوا الرد لو تركوا الرد ما كان هناك إسلام، كان انتهى الإسلام منذ وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فالوقوف أمام الرد هو الذي أبقى الإسلام. وفي آية المائدة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض أن يقتلوا أو يصلبوا جاء عن أبي قلابة وغيره من التابعين، إن هذه جاءت في المرتدين، وجاءت أحاديث كثيرة مش حديث واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، أحاديث كثيرة عن عدد من الصحابة يعني في أن يقتل المرتد، حديث ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه، حديث ابن مسعود لا يحل امرئ الا من احدى ثلاث، السيب الزاني والنفس بالنفس والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه، وحديث ابي موسى الاشعري ومعاذ ابن جبل وابي هريره وعدد من الصحابه في مسألة طيب أنا بس بدي أشوف العرصة القرضاوي هذا اللي ما بيعرف يحكي، أنا أقول له أول شيء روح تعلم الحكي بعدين حرض الناس على قتل الناس. يعني أبوك على أبو أنت منهم. آسف أنا آسف كثير شباب بصراحة، يعني اليوم شوي الضغط عالي يعني. اتفضل أخي جانو. طبعا لازم ضغطنا نصير عالي
مشان بيضلوا بيكذبوا على الناس. اول شيء ما في شيء اقدس من الانسان، الانسان هو الشيء المقدس في الكون. فحتى الديانات اجت مشان تخدم الانسان ليس العكس، الانسان يخدم الاديان او اصحاب الاديان. فالمشكله اللي هلا عم يواجه المجتمعات العربيه والاسلاميه بشكل اخص انه كل الاديان ما جاوبت على كثير من الاسئله التي بنيت تبنى الاديان ونشات الاديان مشان هالاسئله اللي كانوا. لكن العلم استطاع ان يجاوب، المنطق استطاع ان يثبت، يجيب ادله على كل شيء، عن الحياه، عن نشاه الكون، عن كثير مسائل. فيوم ورا يوم الاديان بيرجع لورا والانسان عم يتطور. فاحب انه ابشرك انه الاديان زائله وراح تذهب الى حيث ما جاءت، والإنسانية والحضارة لازم تنتصر في النهاية. ف بقول إنه مع الأسف إنه في كتير ناس اللي عندهم اللي بيشعرون بالمسؤولية تجاه نفسهم وتجاه المجتمع، اللي بيحكوا الحقائق بدون خوف وبيصير مصيرهم بمصير مثل هذا الشاب اليمني البطل. فمثل ما نبينا السامي ديب قال انه ما راح يبقى شيء اسمه الاسلام، وانا متاكد من هذا، لان المجتمعات والحضاره عم بتتطور وبتصير توحيد للعولمه وللفكر. ما بتصير انه شاب في مجتمع عربي في اختلاف مع شخص في امريكا او في استراليا او في نيوزيلاند، ما راح تكون. مشان الثقافه راح تتوحد، العلم راح تتوحد. ايام زمان ما كان في زمن النبي كم اشخاص كان عندهم القراءه او الكتابه؟ ما في حدا. صح الان كل شخص بدل اللغه الواحده يتكلم أكثر من 3 لغات. فهذه الأشياء بتصير تحفيز للعلم للمعرفة. فهذه الأشياء ما راح تبقى. الشاب في مجتمعاتنا ما راح تظل تسكت على القمع الديني، مثل ما شفنا رفضت السلطات الدكتاتورية نفس الشيء بالنسبة للدين. هي أيديولوجية، والأيديولوجيات ما راح تبقى إلى أبد الآبدين. فقط الظروف والمناخ اللي بتتغير. حتى مثلا لورانس كروس العالم الفيزيائي بيقول أنه حتى القوانين الفيزيائية بتتغير مع ظروف المناخية أو ظروف اللي تجعل الكون تتغير. فهيك التفكير، هيك الحضارة، هيك عقول الناس، هيك التطور مثل ما بيقول داروين. فكتير أشياء هلأ عم بيصير وراح يستمر هذا ثورة الإلحاد. وأبشرك وأبشر كل الناس العقلانيين أنه ما راح يبقى شيء اسمه الأديان بشكل عام، وبالأخص الأديان اللي فيها القمع مثل الدين الإسلامي. وتحياتي لك وأتمنى لك الكل موفقية. شكرا لك اخي جانا، وشكرا كثير لك، وشكرا لمشاركتك. وانا يعني مستني حلقات قادمه كمان. اكيد اكيد اكيد. وحضر لي حالك عشان تكون ضيفنا يعني. المشكلة انه اللغة بتعرف اللغة العربية بتاعي. لا لغتك جيدة، والمشاهدين يعني والمشاهدين اظن يعني فهموا كل شيء قلته، يعني ما اظن عندك حجة بهالموضوع.
ماشي اخي جانو، شكرا كثير. شكرا كثير اخي جانو، شكرا. سلامي لكل اصدقائنا، يلا باي. مع السلامه، مع السلامه. طبعا يا اخي اصدقائي، يعني شفنا الفائده من حد الرده كما شرح زعيم العرصه الكبير تبعهم قرضاوي، اللي ما بيعرف يحكي للاسف الشديد، ما بيعرف يحكي. هذا يعني ماسخ عقول الشباب للاسف الشديد. هالعرصه هاد، هالمجرم الارهابي هاد، يعني عمره بهالعمر هذا، مرته عمره ما في 30 سنه، كم هو كم مره عنده، كم من الفتيات اغتصب، يعني مثل نبيه هو، ولا حسان، ولا الحيواني، ولا هالعرصات هذول، الكلاب هذول اللي لازم نحرق لهم دقونهم بالخرح. ايش السامعين، انا اسف هالالفاظ يعني تطلع معي، ولكن هالناس هالمجرمين هذول يعني لا يستحقون اكثر من هذا، يعني ما بيستحقوا بصراحه، ما بيستحقوا شيء واحد يعني يحترم اقل شيء شخصيته او انسانيته، لانه هن محوا شيء اسمه انسانيه، داسوا على كل شيء اسمه انسان للاسف الشديد. في 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 من المستلحدين او الملحدين او واتيفر، يعني عاتب علي انه في فيديو طلعته لعمر بن الخطاب، ويعني عم بيقول لي يجي وكاتب لي على الفيس انه جان برو انت عم بتضرب صفحتك. يا سيدي اذا هالفيديو هذا او مسخر على عمر بن الخطاب، اذا بده يضرب صفحتي يا ريت تسكرها احسن. يعني انا اذا بدي اقعد ما احكي شيء، لا خليني ابرك بيتي احسن. اذا بدي اساير فلان وعلان، لا بسكت احسن لي. انا هون فاتح الصفحة هاي وفاتح وعم بحارب مشان احارب هالخرافات هاي. وانا على كل حال راح اعرض الفيديو وراح استمر اسوي فيديوهات بهالشكل هذا الى ما لا نهاية، حتى يعني حتى روحي تطلع. ما عندي اي مشكلة، ما عندي اي مشكلة ليوم الاموت، وما بتهمني باي شكل اموت. يعني خلونا نشوف الفيديو المعترضين عليه شبابنا للأسف الشديد. طبعا اصدقائي مثل ما شفنا الفيديو، يعني الفيديو انا ما اظن فيه شيء يعني يخلي الناس تهرب، واللي بده يهرب خليه يهرب، ما عندي اي مشكله. يعني 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 عمر هو واحد مجرم، واكيد اكيد اكيد اللي رسم الرسمه هي يكون ظلم القرود، يعني بكل تاكيد، لانه واحد مجرم ارهابي عمر بن الخطاب كان. وبشان افكار عمر ومحمد وهالعصابه هي، الناس تقتل وتذبح، بلادنا تدمرت، بلادنا تدمرت عن بكرة أبيها للأسف الشديد، من وراء علي وجماعة علي وعمر وجماعة عمر الفاروق الخازوق. طيب أصدقائي، أنا بتمنى كمان مشاركاتكم، يا ريت إذا حدا بده يتصل يعني ما يستنى، أنا بتمنى الاتصالات، بتمنى مشاركاتكم لحتى يعني نعبر عن رأينا، خلونا نوصل صوتنا، خلونا نسمع بعضنا أقل شيء.
بهال بهال هل هالمأساة هاي اللي صارت بصراحة مأساة، يعني مأساة مأساة للأسف الشديد، يعني باللي أجل أفكاره شاب مثل الوردة يقتل في سبيل محمد الكلب، وهالعصابة الندلة هاي المجرمين العرصات هدول هالكلاب هدول. أنا آسف كتير أصدقائي على اليوم شوي ألفاظي يعني ما كالمعتاد، يعني شوي معصب يعني من هالندال اللي عم نشوفها. يعني فاكرين إنه قتلوا خلاص انتصرنا، ولك أنتوا في الحضيض، أنتوا أمة منحطة، أنتوا أشرار العالم، والإنسان العاقل يعني ما رح ياخذ فيكم، لأنكم أنتوا لا شيء، أنتوا لا شيء. اقتلوا واحد واثنين وعشرة وعشرين وثلاثين وأربعين ومية وألف وألفين ومليون، وبعدين نحن لكم بالمرصاد، أقلامنا هالقلم هاد لكم بالمرصاد، راح نتم نكتب والإنترنت موجود، ما راح نتوقف نهائيا حتى ننهي هالفكر النجس هاد، هالنجاسة هي اللي مزروعة في مخكم، حتى ننهيها نغسلكم دماغكم بالصابون، يعني بالصابون العقل، بصابون العلم، حتى تعيفوا الخرافات هاي وتبطلوا شرب شخاخ. للأسف الشديد بول البعير هيك بيساوي، السكران ببول البعير طبعا دي يصير مجرم، دي يصير إرهابي، اللي في الصبح كرع له كاسة بول بعير بدل ما يشرب له كاسة شاي ولا فنجان قهوة. يعني للأسف الشديد، للأسف الشديد أنا بشكركم كتير أصدقائي على المتابعة، وأنا آسف كتير على يعني ما قدرت أتحكم بأعصابي، يعني أنا الألفاظ اللي تطلع معي صدقوني هي أقل من أنها تقال على أقل شيء يقال على هالمتوحشين هدول، هالمجرمين الإرهابيين، هالدين النجس هاد، هالقازورة. يعني الإسلام سرطان، وجرثومة السرطان كان محمد، والسرطان موجود ولازم استئصال، وراح يستأصل إن كان اليوم أو بكرة، وأنا متأكد ما راح يطول الوقت نهائيا، ما راح يطول الوقت، لأنه هلا زمن العلم، زمن الخرافة انتهى، انتهى وإلى الأبد، ونحن ما رح نتوقف. أنا لن أتوقف عن محاربة الدين النجس، دين الإسلام، حتى أموت. والزلمة يجي يقتلني. بشكركم كثير أصدقائي، ويعني بتمنى ألاقيكم في حلقة قادمة، وأظن يعني الحلقة القادمة رح تكون بأسبوع الجاي، ببداية الأسبوع الجاي، يعني بالتنين أو الأحد أو الثلاثاء. على كل حال راح أحط الإعلانات لنشوف. في عنا صديق طبعا عراقي راح يكون معنا يوم الثلاثاء أكيد، بس قبل يوم الثلاثاء صراحة لسه ما نمحضر البرنامج لنشوف الأصدقاء. شكرا كتير لكم أصدقائي، إلى اللقاء في حلقة قادمة، إلى اللقاء.